النهاردة هنعمل وصفة من وصفات المطاعم. بتروحوا المطاعم تدفعوا فلوس كتير كتير وتاكلوا حاجات عينات صغيرة وتدفعوا فلوس كتير، وفي الآخر النتيجة ممكن نعملها في البيت بمنتهى السهولة. مكونات بسيطة جدا والحاجة بتبقى متوفرة، فليه ما نعملهاش في البيت؟ النهاردة هعمل لكم وصفة تجنن تجنن تجنن، وصفة فراخ بصوص المستردة والكريمة، وفي حركات كده هقول لكم عليها دلوقتي. المقادير: صدور فراخ تكون متقطعه متوسطه كده، مش تخينه قوي ولا رفيعه، اهم حاجه ما تكونش رفيعه خالص زي ما انتم شايفين، وكريمه وشوربه وسبانخ وجبنه بارميجان، بصل متقطع صغير، بقدونس وزعتر مستردة وثوم وزبده. ناخد صدور الفراخ، وزي ما قلت لكم مهم جدا تكون متوسطه، لا هي تخينه قوي ولا رفيعه، ما ينفعش تبقى رفيعه خالص في الوصفه دي. هنتبلها، نجيب ملح وفلفل، وهنحط كمان الزعتر. انا خلاص حطيت الملح والفلفل والزعتر، تبلتها كويس، ولازم نفركها كويس قبل ما نحط زيت الزيتون او اي زيت. عموما وانتوا بتعملوا فراخ او اي لحمه لازم الاول تحطوا الاعشاب او ملح وفلفل، تفركوها الاول من كله كده زي ما انتوا شايفين، عشان تاخد كوت حلو، تكون اخده كده متغلفه كويس بالتتبيله عشان يبقى الطعم باين قوي. وبعد كده نحط بقى الزيت بتاعنا، سواء زيت زيتون او زيت عادي نحطه بعد كده، اهم حاجه نفرك التوابل الاول. دلوقتي احنا سخنا الطاسه، لازم تكون سخنه قبل ما نحط الفراخ، تمام؟ لازم نتاكد ان هي سخنه، طاسه او كاست ايرون او اي حاجه لازم تكون سخنه جدا، اوكي؟ الفراخ دلوقتي فيها زيت زيتون، دي ما بيلزقش فيها، فاحنا اوريدي هناخدها كده زي ما هي. بس اعملها كده بس في زيت الزيتون، ولازم بصوا دي تمام، احطها كده، هسيبها على كل ناحيه حوالي 8 دقائق. طبعا على حسب النار عاليه دلوقتي، ممكن يبقوا 5 دقائق 8 دقائق مش بالظبط، بس لازم تاخد لون حلو من كل ناحيه. بصوا خلاص اخدت لون حلو كده، اقلبها الناحيه الثانيه، يعني اخدت حوالي 4 دقائق، يعني نقعد هنقلب لحد ما تاخد اللون الحلو، مش لازم بالظبط وقت معين. خلاص اخدت لون من ناحيتين، هنطلعها على طبق وهنكمل سواها. طبعا هي مش مستويه دلوقتي، هنكمل سواها في بقيه الصوص اللي احنا هنعمله دلوقتي. طبعا بنحط الزيت مع الزبده علشان الزبده ما تتحرقش. هننزل البصل، هنقلبه يبقى يدبل شويه، وهحط الروز ماري، وهنزل معاه الثوم. انا نزلت الاول البصل قبل الثوم عشان الثوم ما يتحرقش، انا عايزه بس ريحته تطلع بس بسيط. انا هحطه على جنب ازاي، يا ريتكم بقى شامين الريحه التحفه دي، ريحه الروزماري طالعه تجنن، هي بتعمل تيست كده في الاكل فظيع. دلوقتي هنزل الشوربه، مش هحط كتير، هحط حوالي ربع كوبايه. عشان تطلع لي كل الايه البهاريز بقى بتاعت الصوص. دلوقتي هحط الكريمه. الوصفه دي اصلا بيعملوها في فرنسا، بيستخدموا فيها ديجون اللي هي الماسترد ديجون، بس احنا طبعا البديل مستردة عاديه جدا، عمر ما في وصفه بتبوظ بسبب حاجه، كله بيتبدل بحاجه ثانيه. هنحط بقى دلوقتي المستردة، وهقلب وهسيبها على نار واطيه. اهم حاجه الصوص لازم يكون على نار واطيه خالص عشان الكريمه ما تفرش، وعشان كمان احنا عايزين الصوص يتقل. طبعا لازم تدوقوا الاكل، لازم وانتوا بتعملوا تدوقوا كده عشان ناقص ملح ناقص فلفل اي حاجه نظبطها. انا هدوق دلوقتي، مظبوط. هنحط الجبنه، مش هزود الملح علشان الجبنه اوريدي البارميجان فيها ملح، فما تزودوش الملح، دايما الملح يكون اقل احسن ما يكون كتير. هنحط الجبنه بقى واوريكم. حطيت الجبنه، هنقلبها دلوقتي كويس مع بعض. هي الوصفه دي اساسي فيها الصوص، احنا عايزين طعمها يكون يعني واحنا بناكلها فيها صوص، فلو حسيت ان الصوص اتبخر منكم زياده مفيش مشكله خالص، يا هنزود كريمه يا شوربه. هرجع الفراخ في الصوص تكمل بقيه سواها، مفيش وقت معين لحد ما الفراخ تستوي. انا حطيت الفراخ دلوقتي، هنسيبها تستوي من ربع ساعه لتلت ساعه، ممكن ازيد شويه مفيش مشكله، اوكي، لحد ما تتاكدوا ان هي استوت. خلاص كده الفراخ استوت، اخر خطوه هنحط السبانخ. الوصفه دي بتتعمل ببيبي سبينش اللي هي السبانخ البيبي، موجوده في السوبر ماركت بس احنا ممكن ما نلاقيهاش، فانا دايما عايزاكم ما تعجزوش نفسكم في اي حاجه.
فهنحط بدلها سبانخ عادية وممكن سبانخ فروزن اللي عندكم. دلوقتي هنزلها، دي اخر خطوة ان السبانخ تستوي، مش هتاخد يعني ايه 5 دقايق كده. خلاص الفراخ جهزت معانا، ريحتها تجنن. انا حطيت سبانخ، ممكن تحطوا مشروم، ممكن تحطوا فلفل الوان، ممكن من غير اي حاجة خالص. انا هزود عليها شوية جبنة بارميجان، وده برضو اوبشن الاختياري، اللي عايز يحط يحط، اللي مش عايز عادي جدا، كل واحد على حسب ذوقه. شفتوا ازاي وصفة سهلة جدا وما خدتش وقت مننا، وكلها وان بوت في حلة واحدة. الناس اللي بتشتغل دي اكتر وصفة مناسبة ليكم. جربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم. والناس اللي بتسأل دايما فين المقادير، المقادير موجودة على ويب سايت الوصفة وكمان في الكومنت. يا رب تعجبكم الوصفة ان شاء الله وتجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنت. باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.